والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اليوم معنا تكريم طالبان متفوقان، الطالب الأول نور الدين عبطيني والطالب الثاني علي حافظ. الطالب نور الدين عبطيني حافظ سورة القدر إلى سورة الناس غيبا وبإتقان بمستوى عمره جيد جدا، وأيضا وصل بالكتاب القراءة العربية السليمة الجزء الرشيدي، وصل إلى درس الضمة وهذا مستوى جيد جدا. نكرمه ونعطيه شهادة تشجيعية ونقول له جميعا بارك الله فيك وبنا وأيضا الطالب الصغير علي حافظ أيضا حفظ بعض السور وأيضا وصل إلى نصف حروف الهجاء. نشجعه ونقول له جميعا بارك الله فيك وبنا وبنا لك قصر في الجنة. تصفيق خار والله مبارك للطالب علي حافظ وللطالب نور الدين عبطيني. تصفيق.